وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك سعادة السفير. ويعني تركزت المباحثات بين الوزير شكري والمبعوث الأمريكي ساترفيلد على الدور المصري في حلحلة الأزمة بالسودان، يعني أهمية هذه المحادثات في ضوء الدعم الذي تقدمه القاهرة للخرطوم دائما. طبعا الزيارة تعتبر زيارة هامة، لأنه هو من مبعوث متعين لسه من فترة وجيزة من الولايات المتحدة، وديفيد ساترفيلد عنده خبرة طويلة بالمنطقة وبالذات هنا في الأوضاع في مصر وفي منطقة القرن الأفريقي والسودان، وبالتالي قد يكون هو فعلا عنده قدرة أكبر على تقديم تصورات قد تكون مفيدة في الفترة القادمة، تتسقن طبعا مع جهود الأمم المتحدة. وكان من الضروري فعلا ان هو ياتي الى القاهره بعد زيارته الخرطوم، اولا ليطلع القاهره على التصور الامريكي المقاربه اللي ممكن تقوم بها الولايات المتحده من اجل حلحله الموقف في السودان، وفي نفس الوقت اعتقد ان هو كان هناك طرح لموضوعات اخرى خاصه بمنطقه القرن الافريقي اللي هي بتشهد الكثير من التوترات في المرحله الحاليه، وقد يكون هناك ايضا تطرق لمساله السد الاسيوطي، لانه المبعوث الامريكي للقرن الافريقي بيبقى دائما له يعني اسهام في هذا الملف. فاعتقد ان الزياره تعتبر زياره هامه ونقطه انطلاق قد تكون يعني بدايه لدور امريكي اكثر فعاليه في مشاكل منطقه القرن الافريقي والاوضاع في السودان، وده طبعا دائما مصر بتكون هي المكان المطلوب انه استشاره او اخذ الراي من الجانب المصري، وفي نفس الوقت اطلاعه على الجهود الامريكيه والتصور الامريكي لدفع الامور سواء كانت في السودان او في منطقه القرن الافريقي بوجه عام. يعني هذه المحادثات يمكن هدفها في نهايه الامر هي بلوره رؤيه مشتركه بين القاهره وواشنطن فيما يتعلق بالاحداث الجاريه في القرن الافريقي التي تساهم فيها مصر ايضا بالكثير لاعاده وفرض الاستقرار في هذه المنطقه. طبعا منطقه القرن الافريقي هي في مجال او في اطار يعني الاستراتيجيه المصريه للسلم في هذه المنطقة والقضاء على التوتر الموجود فيها، وفي نفس الوقت دفع جهود التنمية. ويمكن سيادتك تتذكر زيارة السيد الرئيس جيبوتي منذ فترة، وأيضا الجهود المصرية لبناء القدرات الأفريقية سواء كانت في المنطقة أو في أفريقيا بوجه عام. ويمكن كان في برضه هنا في القاهرة منذ أيام ندوة خاصة عن تطورات الأوضاع في الصومال. صحيح. وبالتالي مصر معنية بكل هذه الأزمات اللي موجودة في المنطقة، ولها أسلوبها الخاص واستراتيجيتها الخاصة في دفع الأمور هناك عن طريق التسويات السلمية، وفي نفس الوقت دفع جهود التنمية ومساعدة هذه الدول أنها تنهض باقتصادها وبرفع كفاءة القدرات البشرية اللي موجودة فيها. أنا بشكرك شكرا جزيلا سفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.